اهلا فيكم بفيديو اليوم. اليوم كنت قاعد بتمرن بالجيم، وانا بتمرن دخلت اشوف تيك توكات شوي عشان اضيع وقت وانا قاعد بمشي بالكارديو، ولقيت فيديو منزله ملك التيك توك في اوروبا زعلان، ما بعرف مين مزعله. كل حياتي تعب، انا ما عشت ايام حلوه، صدقيني ما عشت ايام حلوه ابدا، كله سخيف وكله تافه. ليش؟ شو ليش؟ لك لو غيري تعب هذا التعب اللي أنا تعبته كان هلأ عم بداري. ليش زعلان؟ مين مزعلك؟ احكي لي. شفتوا كمان انتو هاي الشرب اللي عملها هيك؟ هاي معناها انه عم يشرب انه زي بير، يعني كحول على أساس. تعبان من الحياة. لا تتضايق ولا تزعل، بشوف فيديوهاتك دائما، فيديوهاتك بتجيب البسمة على الناس، ليش تزعل؟ لا تتضايق ولا تزعل، كل شي حيصير أحسن. أي حدا فيكو كمان هلأ متضايق زعلان، لا تزعل لا تتضايق، إلا هي فترة وبتمر. الزعل شي عادي، المفروض أي شخص يحس بالزعل. أنا هلأ دخلت شوي بالموضوع بجدية، بس عن جد بدي أحكيكم في هذا الموضوع. في ناس بيفكروا لما يجيهم زعل، لما يجيهم اكتئاب، إنه خلص أنا معاي اكتئاب، أنا معاي مرض وما بينحل هذا المرض وما في إشي بيحل هذا المرض. كل الناس بيزعلوا، إشي طبيعي إنه الواحد يزعل. إحنا مو مخلوقين عشان نضلنا سعيدين طول حياتنا، إحنا مش أطفال بعمر 9 سنين 8 سنين ضلنا سعيدين 24 ساعة. لازم نزعل، لازم نتضايق، هاي الحياة، عادي شيء بسيط. فبدكم تتعودوا على هذا الموضوع وتحاول تشوف انت شو مضايقك. لو انت مثلا كتير متضايق كتير زعلان، اعرف شو مضايقك. يمكن يا اخي علاماتك ما حلوة، ما بتدرس منيح، ما في نظام في حياتك، لو انت بتشتغل مثلا يمكن شغلك مش عاجبك. في كتير اسباب ممكن تسبب لك هذا الزعل، حاول حل، مش تقعد وتحكي خلص ما في إشي بيحل لي هاي المشكلة، أنا عندي اكتئاب وما في إشي بيصلحه، لازم يا أروح دكتور يا أما أخذ أدوية. لا، عادي، إشي طبيعي جدا. بعرف أنا تعمقت كتير بهذا الموضوع وقاعد بحكيكم عليه، بس لازم يا أخي تسمعوا هذا الشيء، لأنه في كتير ناس بتزعل يوم واحد خلص بتشخص حالها أنه هي عندها اكتئاب. أنت ما عندك اكتئاب أخوي، عادي، إشي طبيعي جدا أنه الواحد يزعل. بس أنت يجيك اكتئاب لمدة يوم واحد وبعدين تحكي خلص أنا عندي اكتئاب وتضلك زعلان لمدة شهر، أنت اللي عملت هيك في حالك، لأنك أنت خلص أقنعت حالك أنه أنا جد عندي اكتئاب. مخك كتير قوي، تفكيرك كتير قوي، أنت بشو بتفكر خلص بيتحقق قدامك. لو أنت بتفكر حالك أنك أنت جد مكتئب وزعلان، حتضلك زعلان، ما في شيء حيتغير أخوي. ولو مثلا أخذتها بطريقة تانية، مثلا أنت كنت زعلان بهذا اليوم وفكرت أني أنا فرحان أقل من هذاك اليوم اللي قبله، رح تتغير نظرتك للحياة، رح تشوف حالك دائما فرحان، وفي أيام بتشوف حالك فرحان أقل من اليوم اللي قبله. هذا هو التفكير الصح، بس مو يجيك يوم واحد تكتئب فيه تحكي خلص أنا مكتئب وما في إشي بيحل هذا الشيء، وبعدين تنصدم لما تضلك مكتئب لمدة شهر أو أسبوع. أنت اللي عملت هيك بحالك أخوي، تفكيرك ومخك الإشي الوحيد اللي أنت بتقدر تتحكم فيه. فلو فكرت كل يوم إنك أنت زعلان رح تضلك زعلان، لو فكرت كل يوم إنه أنت فرحان وفي أيام ممكن تكون فرحان أقل من الأيام اللي قبلها، رح تضلك فرحان دائما، ما في شيء رح يزعلك. إلا طبعا في مواقف بتصير مثلا بتكون هاي خارج قوتنا، ما بنقدر إحنا نتحكم فيها، مثلا لو في حد من عيلتك توفى لا سمح الله، هاي الأشياء ما بتقدر تتحكم فيها، أكيد هاي الأشياء رح تصير وتخليك تزعل. فدام هاي الأشياء حاليا ما صايرة، لا تتضايق لا تزعل، لأنه رح يجي يوم رح يكون عندك سبب إنك تزعل. فهلأ أنت افرح وانبسط. خلينا هلأ نروح نشوف المنشنات. يلا بسم الله. ليش كده أنت كلام؟ ما في خوف الله؟ ليش كده كلام؟ ما في كلام كويس. يا أخي ليش كاتبين له هيك تعليق؟ حرام والله، مبين جد زعلان طالع بيرد عليه من كل قلبه. ليش يا أخي أنت هذا كلام؟ والله ما في زين. صديق انت مية مية، ما في زعلان، ما يجي زعلان، هذا نفر، هذا تشيكو، خلي ولي. مين عايز امي زي دي؟ يا رب تسقط في كل المواد السنة دي وما تنجحش في ولا مادة، اللي ما دوستش على علامة الزاد وعملت لايك وكومنت واكسبلور. امي ايه؟ بقولك ايه ياما، انا شو؟ ليش كل هاد؟ والمشكلة انت مبين انك موجه هذا الكلام للاطفال يلي بيحضروك. يا رب تسقط في كل المواد، لانه في المدرسة يعني يا عاهة، ما بصير هيك تنزل، ما بصير هيك تحكي، يعني هاي مش طريقة انت تجيب متابعين ولايكات وكومنتات. اسمع، لو ما بتسوي لي لايك
وكومنت واكسبلور. ان شاء الله ما تنجح في ولا مادة، وان شاء الله اهلك كلهم يتوفوا. اهدى اهدى يا عاها، يا مقرف اهدى، حيجيك شوية لايكات بس من هدول الاطفال، بس الباقي حيكرهوك وحيجي واحد زيي ويعمل زي هيك فيك. رغيف ده بكام يا عم ابراهيم؟ 5 جنيه والجملي هو املي ودو جرب من تاكل ببلاش، ورغيف عليه رغيف بهدية، كل ده ب5 جنيه. فرج يا باشا وتعاكل مباشر بتاع الغلابة التمساح. الطوخي وعد بس. الطوخي بتذكره من زمان فاتح هذا المحل، بيسوي فيه كبدة جمل على أساس، ولا كبدة خروف إشي زي هيك. بس المشكلة إنه مستحيل 5 جنيه يحط لك كل هاي الكبدة أو تجيب لك كل هاي الكبدة. ففي ناس بيشككوا بالموضوع بسبب هذا الشيء، إنه يمكن يا أخي ما يكون هاد كبدة جمل، يمكن كبدة إشي تاني. What the dog doing؟ فاهمين علي؟ والصراحة أنا بديت أصدق إنه يا أخي ممكن، لأنه يعني شوفوا الرغيف يا أخي مليان كل هاد كبدة، مستحيل يعني أنت هيك ما بتطلع أي ربح، أو حتى ما بتطلع الفلوس اللي اشتريت فيها الكبدة. كيف 5 جنيه تحط له كل هاد؟ إشي مو منطقي. أكل مال اليتيم ولا أكل عم إبراهيم؟ الصراحة معك حق، الطاسة جدا وسخة وانت ما عارف شو بتاكل بالضبط، لانه مستحيل كبدة جمل ولا كبدة خروف ب5 جنيه كل هادي تجيب لك. ودائما الطاسة هيك مليانة عنده وبيبيع 5 جنيه لكل الناس وبحط لهم كتير للناس، كيف بتطلع ربح عمو طوخي؟ بقول لك يا محمد طوخي، رغيف ده بكام؟ 5 جنيه والجمل هو عمل. صلى على النبي. 5 جنيه وحته بقول ايه بتاع الغلابة الطوخي الصغير. هذا اللي جنبه استغل الموضوع، شافه بيصور مش منتبه، صار ياكل بايده، يمسك وياكل يمسك وياكل. وفي هيك اشي طويل حطه فوق السندويشه، شو هاد؟ حد يفهمني، حد يشرح لي شو هاد اللي حطه فوق السندويشه. بقول لك يا عم ابراهيم، تحب تقول ايه للناس اللي بتقول على لحمتك مش بلدي ولحم كلاب وكده؟ قول لا 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 والله محمد رسول الله، من ليمون ومجنون، واللي هيجي على سكتي من البدو هقطعه. ايوه والراجل يقول حاجه. وريهم السجق البلدي بقى يا عم ابراهيم اللي بتقوله مش بلدي. صور الطاسه، صور الطاسه عشان دماغي مصدعه. قرصان طيبين، وبقول لكم قرصان طيبين بعيد عن شبحات لتموتوا. زي ما انتم شايفين الطوخي زعلان هون بهذا الفيديو، ان الناس اللي بتحكي انت اكلك اكل كلاب، هاي لحم كلاب ولا لحم بسس. الطوخي اسمعني طيب، انسى اللحمه انسى الكبده يا اخي، يمكن جد كبدة جمل كبدة خروف. الزيت شو وضعه طيب؟ الزيت زي كأنه زيت سيارات، زيت السيارات بيكون انظف شكله. يعني كم مرة بتستخدم الزيت؟ تستخدم الزيت انت من هذيك السنة يعني لهلأ مستخدم هذا الزيت نفسه؟ لانه الزيت لونه غريب جدا، وكل الصينية هيك شكلها خبصة بخبصة. لو كلامه جد صح يعني وهو ببيع قاعد كبدة جمل، الله يرزقك. وهو مو بس بيعطيك يعني كبدة الجمل بالسندويشة، بيعطيك كمان معاها بزاقه. يعني عمو طوخي بيزبطك لدرجة انه بيحط لك بالرغيف كل هاي الكبدة، وفوق هاد كله كمان بيقعد يحكي قدام الرغيف تاعك وهو معصب، الجمل هو املي. فالله يرزقك يا طوخي، ان شاء الله منشوفك بمحل كبير. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. فمان الله.